إلى ملاذ آمن لأصحاب السوابق وبيع المخدرات. تحولت 38 مدرسة في النجف قيد الإنشاء تعاقدت على بنائها وزارة التربية ضمن مشروع رقم واحد الوزاري، هياكل تعوث بها الكلاب والحيوانات السائبة، وجدران أكلها التراب والخراب بعد توقف العمل في هذه المدارس التي تتوسط الأحياء السكنية في المحافظة. حرامية عم تجون بها، اللي كبسنون يجون بها، دمرنا من وراء هاي المدرسة، لا هم مكمليها ومخلين الطلاب يجون بها يدرسون، ولا هم اللي موخريها حتى الناس تستفاد من القاع هاي الموجودة. هاي المدرسة اللي ورانا هي على أساس منحة ما أعرف شنو التربية، لا هي كملوها ولا هي. بالعكس صارت وكر هسه للأنقاض ووكر للحالات اللا أخلاقية. وهاي المدرسة سبيها دواميًا ليامنا، مدرسة فدك الابتدائية ومدرسة المولد النبوي دواميًا. أكثر من 10 سنوات وهذه الهياكل على حالها بكلفة ملايين الدنانير، وكأنها هواء في شبك بوقت تعاني فيه المحافظة من نقص حاد في الأبنية المدرسية التي تشهد دوامًا ثنائيًا وثلاثيًا مزدوجًا، وسط دعوات بضرورة إكمال هذه المدارس لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة سنوياً. بالفترة الأخيرة بصراحة كان هناك حاجة ملحة كان سببها الرئيسي تلكؤ في بعض المشاريع. نأمل بالفترة الأخيرة أنه الفترة القادمة أن يكون هناك بناء وإكمال لهذه المشاريع للحاجة الماسة لها في مديريتنا. وتصرح حكومة النجف حاجة المحافظة لأكثر من 300 مدرسة للوصول إلى الوضع التعليمي المثالي، في حين لم تدخل العشرات من المدارس الخدمة لأسباب شتى. وعلى الرغم من اتهام الحكومة المحلية لنظيرتها المركزية بإهمال المشاريع الوزارية، يرى مراقبون أن ضعف الاهتمام بمتابعة تلك المشاريع لا سيما المدارس المتوقفة من قبل الحكومتين معا أسهم في تلكؤها وعدم إدخالها للخدمة بعد سنوات من توقف العمل بها. من أمام أحد المدارس المتلكية في محافظة النجف، محمد رزاق، التغيير.